الوجه. فيبقى السؤال يا شيخ طلال، لأن كثيرا ما نسمع الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه، أما لا يصلى عليه نعم فللآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لكن هل ثبت لديك أي حديث في النهي عن تغسيل الكافر؟ لا نعلم حديثا في النهي عن تغسيل الكافر، لكن ورد تغسيل الكافر وإن كان بسند فيه مقال، حديث عند ابن سعد أن النبي أمر عليا أن يغسل أباه وأن يدفنه، فلهذا حصل الاختلاف. مالك يقول لا يغسل ويوارى بأي طريقة، والشافعي وأبو حنيفة يقولان لا بأس أن تغسله قرابته، والله أعلم. في أحد له سؤال في هذا؟ نعم.